يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر الذين ماتوا وهم مصرون عليها، أو في الذين ارتكبوا كبائر وتابوا منها قبل الموت؟ الذين تابوا منها تمحى عنهم، يغفرها الله جل وعلا ولا تحتاج إلى شفاعة، إنما هذا في الذين ماتوا ولم يتوبوا، وهذه الكبائر دون الشرك، هؤلاء هم الذين بحاجة إلى الشفاعة. نعم.